ورجعنا لكم لأجمل وأخف وأحلى وكل حاجة في الدنيا حلوة تتقال في الفقرة دي، عشان دي فقرة الضيف زميلنا أو زميلتنا، ضيفنا العزيز اللي بيجي يقعد معانا وبنتكلم وبنلعب، فعشان كده الحلقة خفيفة علينا كلنا. لكن تعالوا بقى نشوف ليه الحلقة النهاردة مميزة ومميزة قوي، لأن ضيفنا مش عادي. ضيفنا أول واحد دخل الألعاب القتالية مصر، مدرب كونغ فو ولاعب كونغ فو محترف، ممثل أكشن مشهور، هادي ورزين، شخصيته قوية قوي، شعره ناعم قوي، عيني يا جماعة، يوسف منصور. مساء الخير، أنا يوسف منصور، والنهاردة معاكم في برنامج نفسنا. برنامج جميل وبيسعدنا بره، حتى مش في مصر بس بره، بيجيب فرفشة لكل المغتربين المصريين. كلمة نفسنا دي ممكن تتاخد بحاجات كتيرة جدا، إنما ممكن نستفيد منها إنها بتبقى حلوة جدا، إنه ناس يحاولوا يوصلوا لشيء أحسن. منورنا، ربنا يخليك، مشرف نفسنا، ربنا يخليك. ايه فينك كل ده؟ موجود. لا مش موجود. يا رب. رجعت الحمد لله. طب احكي لنا بقى الغيبة دي كلها كانت فين؟ كان حصل مرض، وعرفنا انه في حاجة بتقدر تعالج الامراض اللي هي بيقول عليها مش موجودة او ما بتتعالجش. فركزت فيها كده 12 سنة. فعلا سمعت الموضوع ده وعالجت ناس في مصر كتير يعني، او خليتهم يتعالجوا. ومن دول كتير، حتى من امريكا. يعني اكذوبة اسمها سرطان، اكذوبة اسمها السكر، اكذوبة اسمها الشيخوخة. وايه؟ لا معلش ثواني بقى، انت بتاكل كذب يا استاذ، احنا بنعلم منها. طالما في شيخوخه في الموضوع يبقى لازم نتدخل. لازم افهم بقى كويس قوي حضرتك ايه بقى. السمنه ما عدتش عليك يا ريس ولا ايه يا فندم؟ السمنه ما عدتش عليك؟ طبعا. لا معلش يا استاذ الشيخوخه، بس في سمنه عسل وفي لا احنا عندنا العسل. طب ايه بقى موضوع العلاج الرهيب للامراض اللي هي مستعصيه على العالم كله ده؟ اولا العلاج مش دواء. اوكي. لكل داء دواء. الا في انفسكم تبصرون، يعني ما تبصوش برا، بص جوه نفسك. الخالق الجميل العالم بكل شيء، مش معقوله خالقنا وسايبنا كده قدام الامراض، فمخلي جوه جسمنا في دواء العلاج. وزي ما بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، في ثلاث خلايا جوه جسمنا. خلية بتقوي جهاز المناعة، خلية بتحارب الفيروسات، وخلية بتبني الأنسجة. نفس الخلية اللي عملت القلب وعملت العين وعملت كل أجزائنا دي موجودة في جسمنا. بس الشركات الأدوية مش عايزين حد يعرف الحاجات دي. صح، دي مافيا كبيرة جدا. دي أكتر كلمة مافيا دي ملهاش وجود. انت بتكلمي السنة اللي فاتت، احنا عشان عندنا معمل يعني بيجي لنا تقارير من العالم كله، من هيئه المنظمه الصحيه العالميه WHO، فبيقول لك السنه اللي فاتت 15 مليون ونص فرد في العالم كان يوميا بياخد كيماوي. احسبيها بس، 15 مليون وكسر، خلينا نسيبك من الكسر، 15 مليون في 1000 دولار يعني 15 مليار دولار يوميا. ولا امريكا ولا الصين ولا السعوديه ولا روسيا ولا اي بلد ممكن تعمل، مجتمعين بيعملوا 15 مليار دولار يوميا بس معلومه. فطبعا لو في اي علاج تاني للمرض ده كل الشركات هتبقى عايزه تحاربه. هم هيحاربوه لمده 5 سنين بس، لانه بيقولوا 2025 هيبتدوا. انت بتشوفي الافلام الامريكيه دلوقتي، بيقعدوا على الكرسي وتيجي ابره تخش وبتاع، بيحضروا الناس
ان العلاج بتاع المستقبل علاج الخلايا. بالظبط، علاج الخلايا، والخلايا دي اللي جوانا. بس هل ندهالك تقعد معاكي سنين ولا تقعد معاكي ست اشهر؟ تقعد معايا ست اشهر عشان كل شويه اجيلكوا. بالظبط. وادفع تاني واحط فلوس تاني. احنا بنستعمل او العلاج بناخد كل انسان، مفيش حاجه اسمها دواء يعالج الناس، كل واحد مختلف تماما عن الشخص الاخر. بالظبط بالظبط. فبناخد الانسان وبنعمل تحليل وبنعمل ايفالويشن يعني، وبعد كده بنبتدي نستعمل الدم بتاعه في العلاج. مفيش حاجه اسمها اجزخانه، لكل داء دواء. الدواء مش في الاجزخانه، في الانسان نفسه. جوانا. ده موضوع كبير قوي بقى على فكره. ايه ده؟ عايزه فوق. لا ما لا موضوع الشيخوخه انا مفكر واحد حلل كلي عشان اشوف. لا بالنسبه للشيخوخه احنا هنقعد بقى مع بعض وتركز معايا قوي ان انت تخليني لسه صغننه. احنا محتاجين خلايا. هو المهم مش بره، جوه. لانه اغلبيه رجال اعمال او ناس كبار، حتى لو ست ام لينا، الخبره بتاعتها بتزيد، انما الجسم بيضعف. احنا لو بس ادينا نقول للمصريين يعني حبايبنا واهلنا، نقول لهم في حاجات تقدروا تبقى وقايه. في حاجات خطر جدا بنستعملها احنا في مصر، محدش عارف شغالين عليها مدى خطورتها وقد ايه سيئه، زي الحلل الالومنيوم. احلى اكل بيطلع منها، بس دي مدمره للخلايا بتاعتنا، لانها الالومنيوم ما بيخش جوه الجسم، بتتحلل جوه الاكل طبعا. زي التيفال برضو، ابعدوا عنهم. لا ابعدوا عنهم يا فندم، ده احنا نص ثلاث ارباع اكل. نرجع لورا شويه، برام الفخار. الفخار نرجع بس لورا شويه. صحتنا زمان كانت احسن مليون مره، والصعايده والحاجات دي كلها اللي وكانوا بيعيشوا كمان اعمار اكتر من كده بكتير. بس اول ما نعلب الاكل باظ. كمان ما نعلبش الاكل، زي اللبن اللي بنشتريه في الازايز، اللي ادام متبستر يعني غلي كتير قوي وسقع مره وتفرزر وحصل له فريزنج يعني سقع، ده انت كسرتي الماليكيولز بتاعته يعني التركيبه بتاعته. فبقي نمره واحد غذاء للخلايا السرطانيه. احنا جسمنا كل يوم بيصنع خلايا سرطانية من العادم، من الأكل، من الوساخة، من حاجات كتير جدا. لا يوجد أمل في علاج السرطان بالطريقة دي. أمل، لا يوجد أمل بالطريقة يوجد دي. يوجد أمل بس مش بالطريقة دي، مش بالطريقة دي خالص. بس التكنولوجي ملهاش دعوة خالص، احنا ممكن نتعالج زي زمان. أكل الصحي، أكل الصح. بس احنا علبنا كل شيء. بتاع اللبن كان بيجي لنا كل يوم احلى لبن ونغليه ونطلع منه قشطه ونغلي تاني، دلوقتي اللبن ونعمل يقعد منها المورته. دلوقتي اللبن يقعد اسبوعين ثلاثه، ازاي ده مش لبن؟ ميه بيضه يعني طعم لا ومواد حافظه بقى تعالى بقى نرجع شويه كده. حضرتك اللي دخلت الالعاب القتاليه زي ما بدريه قالت في مصر، ويمكن الالعاب القتاليه ما كانتش معروفه كده في مصر، وما كانش ليها الشهره دي غير بعد ما حضرتك كمان مارستها في الافلام وطلعت عملت افلام اكشن. فالكونغ فو ليه ما فكرتش، بانك يعني من اوائل الناس اللي لعبوا كونغ فو في مصر وعلى مستوى رفيع جدا، ليه ما فكرتش تفتح مدرسه مثلا تعليم الكونغ فو؟ دي امنيه، لان بدايه السينما كانت كده، ان احنا الأولاد المصريين خصوصا اللي ابتدوا معنا في الأفلام كانوا قلب رهيب وحاجة جميلة جدا. المصريين الرياضيين بيعملوا من البصل شربات، فتعلموا حاجات بسيطة عن الكنفو. الكنفو دي مش ضرب، معلومة بس الناس ما تعرفهاش. الكنفو طريقة حياة. أوكي. ممنوع ممنوع ممنوع. لو عايزة توصلي في إيدك، عايزة توصلي لأنهي درجة، مش حزام بتتمرني وتضربي صاحبك أو ممنوع. ممنوع حتى البطولات، ممنوع خالص. مفيش حاجة اسمها بطولة كنفوخ خالص. المفروض كنا إن احنا بنعملها زي الام ام اي والحاجات دي كلها، اوكي يعني خليهم، لكن هي في الأساس ما كانش ده الهدف منها خالص. لأن دي قوة كامنة وموجودة عند الراجل وست، مش الرجالة بس، السنت الست. انت يعني اي شخص عادي ممكن يحصل له مشكله في الشارع ويضرب، انما تخيلي مثلا اختك او مامتك او ابنك حد بيتهجم عليه، بيحصل لك ايه؟
بتجيلك القوه دي طبعا من قوه رهيبه، ممكن بتبقى يعني اقوى من اقوى حد في الدنيا. هي بس القوه دي معزوله علينا عشان بنفكر في المكياج، بنفكر في الاكل، في في حاجات كتيره لودز جدا، كتيرة مكلبشاها جوانا. انما شخص الكنفو يمشي حافي، مش محتاج حاجه، حته عيش تمشي، قصه تانية خالص. طيب تعالوا نطلع نروح فاصل ونرجع بسرعه لاحلى يوسف منصور في الدنيا. استنونا، اوعوا تروحوا في اي حته. حضرتك لما كنت صغير كنت شايف نفسك اكتر بطل رياضي ولا فنان؟ وقت الولاده قالوا ان الولد مات عليك؟ فرمونا في الزباله. حضرتك فكرت تعمل فيلم عن مصر او قصه متصوره كلها في مصر؟ تشهر تلاقي لي عضله واحده. لا مش عضله. امال ايه؟ انت عارفه ليمونه؟ عندي الصوره دي صدقيني. ورجعنا تاني ولسه مكملين مع اهم بطل في الدنيا الاستاذ يوسف منصور. حضرتك لما كنت صغير كنت شايف نفسك اكتر بطل رياضي ولا فنان؟ ولا دي ولا دي، انا اصلا كنت ضعيف جدا. لا بجد. وقت الولاده قالوا ان الولد مات عليك. فرمونا في الزباله. ايه؟ وبعد كده اهتموا بماما، فبعد 17 18 دقيقه الدكتور بيقول انا عايز اعرف الولد ده مات من ايه. ركنوك يعني على انك موت يا فندم؟ زمان ما كانش فيه البن. زمان كان فيه صفيحه زباله، فخلاص الطفل مات فرموه. فالدكتور اسمه كان يوسف وئيم، فعايز يعرف هو المساعد بتاعه كيوريوسيتي يعني كيوريوسيتي يعني مات من ايه. فقعدوا يخبطوا بتاعهم مش عارفين، بعد كده جه النبض. فدي كانت فرحه، عشان كده سموني على اسمه انا يوسف وهو يوسف. بس دي عملت فتره لغايه 14 سنه انه مهما عملتي في التمرينات ما بتستجبش. كنت مضحكه يعني، كان لما امشي في الشارع كان اسمع رفيع. يا ريت في رفيع يا فندم، هي عارفه الخله اللي لابسه بنطلون. فكان كل ما امشي الاقي ضحك يعني اتسكي خلاص اهتدت عليه. وفي امريكا كان في واحد اسمه ماريو كان شديد قوي، كان دايما لما يشوفني عشان يستعرض قدام الامامير كان يقعد يلعب بيا. فانزل بقى متلخبط كل على بعضك. انت عشت طفوله في امريكا؟ احنا هاجرنا كان عندي 9 سنين. فعشت بقى السنين دي كلها اللي هي وبعدين امتى حصل تحول بقى بعد 14 سنه بقى؟ من الاهانات يعني اهانات كانت كتيره قوي، البولينج. وقالوا لي الدكاتره لا يمكن هيطلع لك عضله. ففي امريكا في رسوم متحركه اسمها باباي. طبعا اللي بياكل السبانخ. السبانخ عارفاه اللي متربيه عليه. فبعد بعد 6 اشهر تلاقي لي عضله واحده. لا مش عضله. امال ايه؟ انت عارفه ليمونه؟ عندي الصوره دي صدقيني. طلعت ليمونه. ليمونه في دراعك. لما كنت يعني سكولات صعب قوي يعني عظم معمول عليه جلد بس. فمره طلعت الليمونه دي، فدي كانت بالنسبه للدكاتره حدث. قالوا لا يمكن، وابتدت بعديها بقى ومن هنا بقى انطلق. دي عزيمه برضو يعني، اللي هو ما سمعتش كلام اي حد وصدقت نفسك. فيعني دي كانت البدايه. وبعد كده الله انا مبسوطه قوي. انا عايزه اسمع حاجات مهمه كتير. مش واخده بالك ان هو من ساعه ما قعد عمال بيتكلم عن حاجات ليها علاقه بانه يعني انت تامني بنفسك في حاجه معينه. طبعا كل الناس تقول لك لا، اللي هو مثلا هو كان مريض مرض صعب جدا وبعدين اشتغل على نفسه ووثق جدا في ربنا ووثق جدا في نفسه وتغلب على المرض. هو طبعًا صغير طبيا استحاله يطلع له عضله، النهارده الراجل ده لا بطل فنون قتاليه. ده في ايام وافلام يا ماما تتحدث عن العضل. طب احكي لنا بقى شويه، حضرتك فكرت تعمل فيلم عن مصر او قصه متصوره كلها في مصر؟ طيب الدافع والهدف الاساسي انت كنت حابب انك ترجع تاني للسينما وحابب بالاخص انك تعمل حاجه في مصر ولا ايه؟ الاهم ان احنا نعرفهم، مره نخاطبهم. بس هتخاطبيهم بايه؟ بلغتهم. بلغتهم. فاستعنا ب 2
ممثلين امريكان مشهورين جدا، يعني انا بكلمك على هوليوود نفسها. اوكي. ان هم اما يكونوا موجودين سهل جدا التوزيع. طبعا. لان مفيش حاجه اسمها مع كل محبه لكل الممثلين المصريين ما يعرف ما يعرف احنا ما حدش عرفنا بره. ما يعرفناش مش معروفين بره ايا كان مين. انما فرصه جبناهم هنا يشوفوا، وقصه جميله جدا رسالتها بسيطه جدا اللي هو يعني ماشيين عليه اليومين دول، ابنوا بلدكم. ما صح. تسمعوش اللي بره، اتحدوا بس، حبوا بعض. طيب حضرتك معاك ضيف. والضيف اللي معاك ضيف عزيز جدا وهو مصري برضو وجاي معاك من امريكا. يس. واحنا عايزين نساله وهو مع مايك اهو مشرفنا، استاذ محمد. حضرتك عايزين نفهم بالظبط انت شركتك بتعمل ايه بالظبط وبتمثل ايه، وايه اللينك اللي انت عامله ما بين كل البرودكشن الرهيب. هقطعك شويه قبل ما يرد، هو اصلا مش جاي معايا، هو جاي يشوف اللي احنا بنعمله ده حقيقه ولا لا. اوكي. بس اتقلبت. اولا انا سعيد جدا اني معاكم النهارده، وكان شرف ليا طبعا ان الفايل بتاع استاذ يوسف منصور يبقى عندي في الشركه، وطلبت ان انا امسك الفايل ده لان انا عارف اي حد غريب هيجي يبص عليه اول ما يسمعه مصر، وخصوصا مع الاحداث اللي حاصله احتمال يرفضوا اصلا التعامل او يحطوا عراقيل بحيث ان الوفد الامريكي ما ينزلش اصلا. فالحمد لله يعني حطوني رئيس البعثة عليها، ومفروض ان انا بمثل الجانب الامريكي. و الجروب اللي معانا ظريف جدا، الامريكان كانوا قلقانين وكانوا مرعوبين، قلت لهم لا ما تقلقوش على ضمانتي، انا امريكي برضو معاكم بس يعني اصولي مصرية. طبعا سعدت جدا بالمشروع وبالفكرة وإزاي إن احنا نقدر نوصل هوليوود لمصر وناخد مصر برضو للعالمية عن طريق فيلم أمريكي بس بيتصور في مصر وناطق بالإنجليزية برضو، والممثلين كلهم مصريين. حقيقة لما نزلنا وعملنا الكاستنج أنا نفسي انبهرت، يعني أنا مفروض أني براقب الجانب المصري وبوري الجانب الامريكي ان احنا بروفيشنال، ان احنا بروفيشنال ويقدروا فعلا ينفذوا المشروع ده في مصر. ف يعني هم مفروض ان جاي اقنعهم، انا اقتنعت من قبل ما ابدا، وهم الامريكان فرحانين جدا جدا طبعا. في اماكن رحنا شفناها اول مره في مصر، اتمنى ان لو في وزاره السياحه تقدر تطلع احنا كمصريين جوه مصر نروح نشوف الاماكن دي. صح. اماكن رائعه جدا، يعني انا بقيت اخد صور وابعت واقول اي لاف ايجيبت وبحطها على الفيسبوك، الناس هناك الامريكان يقول لك اوه واو ده الكلام ده موجود في مصر فعلا. وكل الستاف الامريكي برضو قاعد بيبعت صور عن مصر، فانا اعتقد يعني احنا هنروح وكل واحد هيجيب فوق سياحي معاه وهو جاي يعني. فلغايه دلوقتي الحمد لله كل حاجه ماشيه تمام، الامن كان رائع جدا، شفناهم على طريق سيوة في الفيوم في الفيوم، والناس كلها فريندلي بصراحه، يعني الناس كلها اخلاق وذوق وادب وكريمه وبسيطه جدا جدا. حتى في القرى الصغيره، رحنا قريه صغيره الناس استضافتنا، طلعت الحصير بره، جابت لنا شاي، الامريكان بقى مش مصدقين هو في ايه، يعني الناس دي بجد كده بتكرمنا. قلت لهم والله لو استنيتوا شويه هيذبحوا لكم كل اللي عندكم ويقدموه عشاء يعني. حقيقي فعلا. فبصراحه اتاثروا جدا جدا واختاروا اللوكيشن القريه دي، وحابين ان هم يغيروا القريه بالكامل. طبعا انا كل ده براقب اللي حاصل، يعني استاذ يوسف الناس كلها بقت ملمومه عليه هناك، قال لك ان شاء الله لو بدانا التصوير القريه دي هتبقى حاجه تانية، هغيرها بالكامل. وتحيه طبعا لمصر الخير لان احنا شفنا القريه دي هم اللي بنوها، وان شاء الله احنا نكمل معاها. شكرا. بس انا عايزه اعقب على كلامك، لما بدات كلامك قلت انا ما حبيتش حد غريب يمسك الفايل بتاع الفيلم ده، دي معناها دخل قلبي. يعني قد ايه انت مصري قوي. أهلي وصحابي ويعني عشرة العمر كلها هنا، وإن شاء الله حابب لما الواحد يوصل لسن المعاش أرجع بقى واستقر إن شاء الله في مصر بإذن الله. طبعا
طبعا ده احنا عايزين حلقات وحلقات وحلقات عشان نقعد معاك وحديثك ممتع وشيق. وميرسي لك جدا ان حضرتك بتعمل سبوت على مصر وعلى جمالها. وميرسي لحضرتك ان انت عايز تنقل يعني ازاي احنا فعلا عندنا مناطق جميلة جدا ولازم تتنقل لبره والناس يعرفوا بره قد ايه مصر جميله وبناسها كمان. واذا كان في ارهاب دلوقتي فده غصب عننا وهينقرض وهيندثر وهيختفي. وميرسي ان حضرتك رسول لمصر في امريكا. خلصت حلقتنا مع حبيب قلبي من زمان قوي الاستاذ يوسف منصور. احنا مش هنسيب الستات تزعل منك لانهم مش هيلحقوا يزعلوا منك عشان احنا هنصلح غلطتك وهخليهم كلهم يزعلوا عليك. هنزفك زفة المطهر. الجوازة المصرية اللي انت تطول ضفر المصرية تطول اخلاق المصرية تطول مسؤولية المصرية تطول تربية المصرية لولادها تطول طبيخ المصرية. أجنبية مين اللي عايز تتجوزها يا حمقة؟ أجنبية مين يا أبو أملة؟ أجنبية مين؟ ده احنا صابرين. الناس كانت متعاطفه مع خالد جدا فطول المسلسل يقعدوا يكتبوا لي رشدي ده شرير قوي انت ازاي سايبه يعمل فيك كده لازم تموته. سخنوني عليه فعلا. ولما جيت موته في المسلسل لقيت كل الكومنتات حد يعمل فيه كده. انا قلت ايه؟ مش انت اللي قلت لي ايه الانفصام اللي في الشخصيه اللي على أمورة وثلاث أمامير ودمها خفيف. ما فيش نفسنا بالعكس ده عندهم عندهم رسالة جميلة جدا وهي مش نفسنا المفروض يقولوا فرفشة. كل واحدة ليها شخصية جميلة وأمامير ومع بعض دويتو حلوة.